قاعدين. احنا اليوم ما طلعنا هنا بسبب انه احنا طلعنا عند مظاهرات والنقابه ما سوت لنا شيء، حتى ما اجت وشافت. يعني المفروض هم ينصبون المهندسين مثل ما يسوون نقابه الصيادله ونقابه الاطباء، فهم المفروض منهم نقابه المهندسين انه يجون يشوفون شنو احنا مطالبنا. تعرضنا للضرب، احنا البنات تعرضنا للضرب والولد تعرضوا للضرب، هم حتى ما نزلوا فد منشور علينا. انزين ليش وسببها؟ احنا اليوم كنقابه منضمين لكم واحنا متابعين لكم، ليش ما طلعتوا واستنكرتوا او حتى ما رفعتوا لنا كتاب او ما سويتوا لنا اي شيء؟ احنا مجموعه من المهندسين صار لنا اكثر من 6 أشهر قاعد نتظاهر بالزقوره شركه نفط الجنوب، بالمكينه هم تظاهرنا 6 أشهر، لا اجانا مسؤول لا نقابه اجت وقالت لكم شنو، لا حد التقى بينا، لا وكانما يعني احنا نكره. زين واحنا طبعا تزعلنا هالوقفه، مو المهندس هيك وقفه بالشارع، يعني بس احنا عندنا هنا بالبصره هالشكل، والبصره مظلومه كل اطيافها كلها وبالاخص المهندسين. يعني ربه كان خريج 2017 لحد الان ما لاقي لي فرصه عمل اشتغل، اروح اقدم على الشركات، شركات الاجنبيه ما يقبلوني. ليش يا ابا انت ما عندك خبره؟ زين منين اجيب خبره؟ هاي ب 16 مظاهره نطلع احنا، يوم الزغورة طلعنا، يوم الماكينة طلعنا، هسه هنا لنا وين ما يصير مظاهرات نطلع، لا نريد مو تخريب ولا فشي، نريد حقوق بناتنا ولدنا، تعبنا عليهم، والهندسة ترى مو سهلة، والله الطبية أسهل، الطبية والصيدلة أسهل من الهندسة، الهندسة شايفة شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم خطية؟ شنو هندسة نفط وغاز؟ هندسة نفط وغاز 96 97 جايبة بالسادس، أمها تكب الشارع. صراحة خلال الفترة السابقة المهندسين ما شافوا تمثيل حقيقي للنقابة لهم، لا بالمظاهرة لا أمام نقابة بغداد لا بالمحافظة، لا تأثير على مكتب التشغيل ولا باقي الحقوق اللي ما نقدر نذكرها في هذا المقام. احنا مهندسين عراقيين بصريين موجودين منضمين ضمن نقابة المهندسين، طلعنا مظاهرات نطالب بالتعيين، تعرضنا للاعتداءات، تعرضنا للضرب، يعني بنات ولد تعرضوا للضرب من قبل الأمن الموجودين بشركة نفط البصرة، وينها نقابة المهندسين من كل هذا الشيء اللي صارنا؟ يعني لا نزلوا استنكار، لا نزلوا دعم لنا، يعني شنو موقعهم من الإعراب؟ بس كلا كلا للتهميش، كلا كلا للتهميش.